السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صهيل. سوف نتحدث عن السباقات السريعة، ولكن قبل ما نتحدث عن السباقات السريعة خلونا نروح معاكم مضامير ونبارك للي فايز ونقول حظ أوفر للي ما حلف الحظ. نظم الاتحاد القطري الفروسية الجولة 7 من بطولة قفز الحواجز المحلية، وكانت النتائج كالتالي: مبارك للفارس عبد الله الخليفي حصوله على المركز الأول على الجواد سوليتا والمالك الاتحاد القطري للفروسية، والمركز الثاني إيهاب ناجي على الجواد لنقاتا والمالك الاتحاد القطري للفروسية، أما المركز الثالث عبد الرحمن الدوسري على الجواد لويس كريستال والمالك مربط الزبار. والجولة الثانية ارتفاع متر وخمسة سنتي، وكانت عبارة عن مرحلتين وعدد المشاركين 23 فارس. نبارك للفارس مهلة الهاملي حصولها على المركز الأول على الجواد فروم ملك الاتحاد القطري الفروسية. المركز الثاني للفارس محمد الغزالي على الجواد فيرو ملك القوات المسلحة، وأما المركز الثالث عبدالله الخليفي على الجواد سنة ملك الاتحاد القطري للفروسية. وفي الجولة الثالثة ارتفاع متر و15 سنتي، وهي عبارة عن مباراة سرعة جدول ألف وعدد المشاركين 41 فارس. نبارك للفارس حمد الغاضي حصوله على المركز الأول على الجواد جيسيكو ملك الأخوية، والمركز الثاني خالد العمادي على الجواد مايكل جاكسون ملك مربط الزبار، وأما المركز الثالث خالد بن حمد العطية على الفرس أوديسا ملك مربط الزعيم. وأما الجولة الرابعة والأخيرة على ارتفاع متر و25 سنتي، وهي عبارة عن جولة مع التمايز وعدد المشاركين 31 فارس. مبارك للفارس راشد المري حصولها على المركز الأول على الفرس ويسبر ماجيك ملك الاتحاد القطري للفروسية، والمركز الثاني خالد العمادي على الجواد لاست شانس ملك القوات المسلحة، وأما المركز الثالث الفارس خالد سند على الجواد برغيت ملك الاتحاد القطري للفروسية. في الختام نقول حظ أوفر للي ما حالفه الحظ. بعد مضامير نرحب بالسادة ضيوف الكرام. السيد سامي البعينين مرحبا ومسهلا فيك. يا مرحبا بك. والسيد طارق الصديقي مرحبا ومسهلا فيك. أهلا مرحبا بك. سيد سامي، تحدثنا عن السباقات السريعة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السباقات السريعة هي السباقات على مضامير محددة المسافة، تبدأ عندنا مثلا المسافة من 1000 متر اللي هي من كيلو تقريبا 1000 متر حتى 2400 متر، وفي سباقين اللي يكون يعني أطول مسافة اللي هي 3200 متر، وهذه بس شوطين تصير على مدى الموسم، ولكن هي تعد سريعة على أساس أن مسافاتها يعني ما تتعدى اللي هو احنا نتكلم عن 3 كيلومتر. وهي اصلا اساس السباقات منذ الازل، يعني احنا لو نجي نحدد مثلا السباقات السريعه متى بدات او من انشاها، فهي طبعا منذ اتصلت هذه الخيل بالانسان فولدت فكره التسابق او السباق بين فارس وفارس بحصانه، ولكن اتت قصص بعدها، جاءت قصص اللي هو يعني تأسيس السباقات اللي هي مثل الداربي والسباقات اللي انشئت. طبعا الداربي هي اساسا في الخيل، وبدات في الخيل وبين طبعا شخصين في بريطانيا، وكان الشخص الاخر طبعا اسمه مختلف وهذا اخر اسمه الداربي، فاللي يفوز طبعا صاحب الحصان اللي يفوز راح يسمى هذا السباق باسمه. فكان بين خيل صغيره عمرها 3 سنوات في ذيك الفتره بين راسين من الخيل، فطبعا سمي الحصان باسم الداربي على اساس انه فاز اللي هو اخر اسم الداربي صاحب الحصان وتسجل باسمه. فهذه طبعا نبذه بسيطه وسريعه طبعا عن المضامير اساسها والسباقات اساسها والمسافات والتسميات والامور هذه. واحنا عندنا هذا المضمار في قطر، طبعا مضمارنا احنا عشبي وعندنا المضمار الرملي. مسافات عندنا مختلفة من 1000 متر مثل ما ذكرت حتى أقصاها وهو شوطين في الموسم 3200 متر. السباقات يعني أسبوعية، إحنا بشكل أسبوعي عندنا من 6 أشواط في الأسبوع إلى 8 أشواط قد تصل، وبعض الأحيان يكون هناك 3 أيام في الأسبوع إلى يومين إلى يوم واحد في الأسبوع، يعني مختلفة إلى حسب المناسبات وحسب عدد السباقات. في قطر طبعا إحنا عندنا نوعين من الخيل اللي نسابق فيها، هي الخيل العربية الأصيلة أساس، والخيل المهجنة الأصيلة أو ما تسمى الثوربريد. طبعا هذه النوعين، ولكن نفصلها بعد في داخل هذا النوع في هناك اللي هو المنتج محلي والمستورد، سواء كان من الفئتين العربية الأصيلة وكذلك الخيل الثوربريد.
ففي خيل منتجه لان تجي خيل للمشاركه هنا في قطر ويمتلكها ملاك قطريين ويتنافسون في المضمار، وبعد هذا تنتقل هذه الخيل للانتاج، ومرحله الانتاج يكون هناك طبعا اختيار الفحل الجيد وانتاج الخيل والتغذيه السليمه، وبعدها يجي المهر للمشاركه، ولكن يشارك في فئه وهي من فئة الخيل العربي الأصيل، إن كان من الخيل العربي الأصيل المنتجة اللي هي دول المنتجة عندنا في قطر، وكذلك عندنا خيل عربي أصيل منتجة في دول مجلس التعاون. عندنا بعد اللي هي الثيربريد، طبعا الثيربريد المنتجة محليا تشارك مع بعضها مع خيل الإنتاج المحلي، وعندنا الثيربريد المستوردة في لها سباقات، ولكن داخل هذه الأشواط اللي لها هناك طبعا في شروط مختلفة، ومن شوط إلى شوط ومسافة مختلفة، وفي جوائز كذلك مختلفة على حسب قوة الشوط ونوعية الشوط. طبعا هاي الجائزة تجي، والشروط طبعا على حسب عدد مرات الفوز، وأول حصان يكون المبتدئ اللي ما عمره فاز، احنا نسميه المبتدئ اللي عمره ما فاز بالمركز الأول، مجرد يفوز بالمركز الأول طبعا ينتقل مرحلة المبتدئ انه يكون يشارك مع الخيل اللي هي الفائزة بعدين بسباق وسباقين وأكثر، وتنتقل إلى الأعلى. بجاسم قال لنا هناك مضمار عشبي ومضمار رملي، يا ريت لو تحدثنا عن العشبي ومسافاته والرملي ومسافاته. موسم 2011-2012 بدينا بالمضمار الرملي، بدينا في 2010 سباقات تجريبية على المضمار الرملي، وتم القبول منه والنجاح، وعملنا البرنامج انه يكون في اشواط على المضمار الرملي واشواط على المضمار العشبي، ولقى نجاح الحمد لله. السنة هاي عملنا 53 سباق، منها اشواط سباقات على هي يوم الاربعاء على المضمار الرملي والمضمار العشبي. يعني المضمار الرملي احنا عندنا كهو اصغر من المضمار العشبي، يبتدي من مسافه 1000، من مسافه 1200 و1700 على حسب ناخذ الراعي منها من سلامه المضمار، والمضمار ياخذ 14 راس من الخيل الستارت، انه يكون اكثر عدد الخيل المشاركه 14 راس، لكن المضمار العشبي عندنا اكثر شيء 16 راس، لان المضمار العشبي شوي اضيق يعني كعرض. طبعا حاز التشجيع من الملاك على المضمار، لان في بعض الخيل تعمل ادائها يكون احسن على المضمار الرملي من العشبي، وفي الخيل الثاني على العشبي يكون افضل من الرملي. بجاسم كيف بداية الانطلاقة للسباقات السريعة؟ طبعا السباقات هنا في دولة قطر عندنا صار لها سنوات طويلة، وفي هناك صور قديمة حتى عن السباقات في نفس هذا المضمار، حتى يعني في بعض الصور تتكلم عن 1958 عندنا هنا في قطر. ولكن طبعا نادي سباق الفروسية ظل ينظم سباقات في الستينات في السبعينات، وصلنا إلى الثمانينات. في 1995 انضم نادي السباق الفروسية إلى أن يكون عضو في اتحاد هيئات السباق الدولية. طبعا هذا ينظم، طبعا هذا الاتحاد تنبثق منه جميع القوانين والقواعد واللوائح لتنظم السباقات في الأساس، بغض النظر إن كانت تنظم سباقات في السابق، ولكن بدأ نادي السباق الفروسية ينظم القوانين اللي بعد شوي بنشرحها. لكن بالنسبة إحنا لازم نرجع أن قطر كذلك عضو في الواهو، وهي المنظمة العالمية للحصان العربي لتسجيل الخيل العربية الأصيلة، وكذلك في الوذربي لتسجيل الخيل الثيربريد، وعندنا ستاد بوك للنوعين اللي هو كتاب أنساب للنوعين، اللي هو كتاب أنساب خيل عربية وكتاب أنساب للثيربريد. فالخيل ما بتشارك في السباق ما لم تكن مسجلة أصلا في كتب الأنساب القطرية ومعترف فيها دوليا. ثاني شيء طبعا تحت مظلة نادي السباق الفروسية، يعني تحت مظلة القوانين الدولية اللي تراعى في هذا الشأن، والقوانين كثيرة، ولكن احنا على اساس يعني كبرنامج اول وعلى اساس نعطي اخواننا المشاهدين الشرح، طبعا اذا الخيل كانت مسجلة فهي مسموح لها انها تكون متواجدة في نادي السباق الفروسية ضمن الخيل اللي انا ذكرتها العربية الاصيلة او المهجنة الاصيلة. طبعا المالك يسجل لها رخصة مالك ويكون عضو في النادي ويشارك بشعار معين في السباق، تكون هذه الخيل تخضع للقوانين، يمنها الحذاوي، هذه الخيل تكون حذاوي مطابقة للمواصفات، في هناك حذاوي للمضامير الرملية والمضامير العشبية، فلازم تكون مطابقة صحيحة للمشاركة، مش تكون حذاوي ممنوعة، جميع المعدات اللي بس الحصان لازم تكون هذه معدات
ضمن القانون والأنظمة الدولية ومعترف فيها. وطبعا نادي السباق الفروسية في الخبرات والكوادر القطرية اللي تطابق هذه المستلزمات، الحصان من حداوي، من سروج، من ألجمة، من ملابس، من شعار، من الأمور هذه. وهذا قسم السباقات طبعا جزء من عمله. وكذلك لجنة المعتمدون اللي هي اللجنة التحكيمية للسباق بشكل عام في يوم السباق تكون موجودة. بعد ما يسجل الحصان في السباق، يوم السباق يمر الحصان بالفحص البيطري على أساس يتأكدون من سلامته، لا يوجد فيه عرج، ويجي الحصان إلى وقت السباق يتم مطابقته بالشريحة الإلكترونية من قبل الطبي البيطري أنه هو نفس الحصان، يكون متواجد في الوقت المطلوب، يكون مدربه موجود معه، الخيال اللي مشارك يكون نفس الخيال موجود، الشعار تبع هذا. وبعدين أنا بترك الحين الأخ طارق طبعا يعطي شرح عن بداية التسجيل، اللي هو أول ما يبتدي المدرب يسجل الحصان في تداخيل السباقات بعد ما يعطون طبعا نشرة، وبعدها بيكمل أستاذ طارق. يا ريت طارق تعطيه الإخوان. شكرا أبو جاسم. وقبل ما ننتقل حق سيد طارق، تعالوا معنا نشوف هالتغرير. اسمي شاغالوس، أنا منظم مراقب عينات الفحص الطبي في يوم السباق في نادي الفروسية في قطر، وسأخبركم كيف نتعامل مع عينات الخيل. بعد فوز الجواد يتم استدعاؤه إلى منطقة الفحص، بعد ذلك يعطى بطاقتين، البطاقة الحمراء للشاهد والبطاقة الصفراء لسيس الجواد. عندما يحين الوقت نحضر الجواد إلى منطقة العينات، وهو المكان المخصص للإجراءات. مبدئياً نأخذ عينة بول وعينة دم إذا لزم الأمر. هذه هي المرة الأولى لهذا الجواد هنا في منطقة الفحص. أخذنا القليل من البول، ولكن الجواد كان خائفاً من الفحص لأنها المرة الأولى بالنسبة له، لذلك وضعنا أغطية على عيني الجواد حتى لا يرى العصا المخصصة لأخذ العينة. عندما يسترخي الجواد ويشعر بالراحة، نتمكن عادة من أخذ العينة المطلوبة. إذا لم نتمكن من أخذ عينة البول خلال 15 دقيقة، نأخذ الجواد في جولة لمدة 10 دقائق، ثم نعيده إلى الغرفة. إذا كان الجواد خائفاً من الإجراءات، نضعه في الغرفة الخاصة المغطاة. بعد 5 دقائق داخل الغرفة المغطاة، تمكننا من أخذ عينة البول حتى نرسلها للمختبر. لهذا الأمر، نضع البول في زجاجتين ونغلقهما أمام الشاهد. وبعد إغلاقهما جيداً، نضعهما في الثلاجة قبل إرسالهما للمختبر. أعزائي المشاهدين، ما زلنا معكم في برنامج صهيل. ننتقل للسيد طارق صديقي. سيد طارق، تكلمنا عن التداخيل، تداخيل الخيل في السباقات. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة حق تداخيل الخيل، مثل ما تفضل أستاذ سامي بأنواع الخيل الشارك في سباقات قطر، الخيل العربية الأصيلة والخيل المهجنة. طبعاً نادي السباق الفروسية يصدر برنامج السباق يعده الموسم كامل، والمدرب كل مدرب يكون عنده هذا البرنامج. ويوم التداخيل هو يوم الأحد، كل مدرب يتقدم يوضع التداخيل في الصندوق لكل شوط، لنوع الجواد، في أي مسافة، في أي
درجة من الشوط. طبعا يوم الأحد الساعة 9 الصبح نفتح الصندوق ونفرز الأشواط كاملة على حسب البرنامج، وننزل النشرة مرة ثانية بالأوزان، الخيل بالأوزان. يوم الاثنين المدرب يسوي تداخيل الخيالة. طبعا قبل ما نتطرق حق التداخيل لازم نشوف الخيل، نشيك عليه، نشوف الحصان من الجواز، كل حصان له جواز سفر، يكون في ايدنتيفاي حق الحصان، الفاكسينيشن، تطعيم الحصان، الحصان يشارك، ونفس الحصان الخيل حصان عربي، عمر الحصان طبعا نفس اللي في الجواز، عشان يكون الحصان مطابق انه يقدر يشارك في سباقات نادي سباق فروسية. إضافة لكلام الأستاذ طارق يعني من شرحه، أن هناك طبعاً في نشرة يتم إعدادها من قبل قسم السباقات، وكل حصان يأخذ له وزن على، طبعاً في هناك المصنف للجياد اللي هو ما يسمى الطارح بالنسبة للخيل اللي تشارك في أشواط التصنيف، وفي أشواط اللي هي المشروطة الوزن مقابل العمر وحدد مرات الفوز، وهناك الإناث طبعاً في الأشواط يأخذون وزن أقل. يتم إعداد كل شوط من الحصان رقم 1 إلى الحصان رقم 16 إذا كان في 16 عدد الخيل مشاركة بكل وزن، يبدأ طبعاً من فوق من رقم 1 60 كيلوغرام أو يمكن 61 قد يصل في بعض الأحيان، حتى أقل وزن 50 كيلوغرام اللي هو أقل حصان. بعدها في أشواط مثل ما ذكرت أنا المشروطة، تنزل الإخوان في قسم السباقات يبعثون إيميلات لكل المدربين، وفي الويب سايت تنزل تبع النادي. وبعدها ثاني يوم هو هذا اليوم اللي هو يوم الأحد الساعة 12 الظهر تقريبا، تنزل الأوزان لكل المدربين وإعطائهم لين ثاني يوم الساعة 9 الصباح. يتم هناك اختيار كل خيال على حسب كل حصان ووزنه من قبل المدربين. فيعني بعض المدربين يقول انا راح اضع الحصان اللي شايل 60 الخيال الفلاني والخيال كذا، ويتم تسجيلهم في فورمات خاصه وتوضع في الصناديق اللي عند الاخوان في قسم السباقات. ثاني يوم يوم الاحد يفتحون الصناديق، يتم يعني تسجيل الخيال على حسب كل حصان وكل مدرب ايش اختار من خيال على حصان مختلف. بعدها تجرى قرعه، ويا ريت طارق يوضح لنا نقطه القرعه. حق القرعه، حق القرعه البوابات الانطلاق، طبعا عقب ما نفرز الاسماء وننزلها على السيستم عندنا برنامج كمبيوتر يعني يقوم بهالعمليه، والبرنامج هو يعمل فرز كقرعه للبوابات الانطلاق. يعني مو شرط ان الحصان رقم 1 ياخذ بوابه رقم 1، لا يمكن ياخذ بوابه رقم 16 على حسب القرعه الكمبيوتر يعملها. يعني بالضبط هي اثناء احنا نشوفها اوقات في السباقات طارق، انه يكون مثلا على الخيال رقم 1 والبوابة تكون مثلا 13 او 12، يعني مو شرط انه يكون نفس الرقم مثلا. لا هاي مو شرط، على حسب حظه هو في القرعه البرنامج، هو البرنامج الكمبيوتر يعطي البوابه رقم 14 او البوابه رقم 1، كل واحد على حسب حظه في السباق. يوم السباق بيكون الصبح الساعه 9 بيكون الدكتور الخاص عندنا، الدكتور البيطري الخاص بال يسمونه الريسنج بيت، هو اللي بش اسمه بيفحص الخيل، يشوف الكشف كامل اسماء الخيل كلها، يفحصها الخيل على شو فيها عرج، فيه شيء، اي حصان يستبعد من السباق واي حصان كذا، يوافينا اذا في استبعادات على الخيل منها، يوافينا كقسم السباقات. طبعا نوافي فيها احنا حق الستيوارد عندهم، يكون المعتمدون عندهم الكشف اسماء الخيل الفعليه اللي بتشارك يوم السباق، متاكد من تطعيمها، متاكد من تطعيم بوابه الانطلاق، يكون عندهم مسؤول بوابه الانطلاق عنده اسامي الخيل الفعليه اللي بتشارك، اذا في تغيير من خيل يمكن البوابة تتغير على حسب الحصان، إذا في الوسط طلع حصان ثاني يكمله على حسب التسلسل يكون في هذه من هذا الشيء. طيب إحنا نسمع أستاذ طارق عن اللجنة المعتمدون. لجنة المعتمدون. نعم. لجنة المعتمدون هي موجودة في يوم السباق، تراقب السباق مجريات كل شوط أول من بدايته. نعم. طبعاً يترأس لجنة المعتمدون عندنا إحنا مستر يان باترسون هو التشيف ستيوارد، عندنا الاستاذ سامي البعدين هو من لجنه الاستئناف في لجنه المعتمدون، وعبد الله الكبيسي وساعد الهادي، لجنه يعني مشكله فيها. طبعا نراقب السباق من بدايه من انطلاقه الشوط للنهايه، نشوف اذا في كان اي احتجاج ولا اي ركوب خطر او ركوب غير صحيح من الخيال، طبعا نطلب الخيال داخل غرفه المعتمدون، وعندنا احنا كل التصوير من زوايا مختلفة، نراوي الخيال ونراويه خطأ، إذا كان في عقوبة يعطيه عقوبة، توقيف، غرامة مالية على حسب إيش تسبب فيه من عقوبة أو من مخالفة أو تغيير نتيجة صارت إنها تسبب في تأخير حصان، يتم تغيير نتيجة. يعني هاي اللجنة المعتمدون
تراقب وهي تكون مسؤولة عن السباق يوم السباق. هو دائما الرقابة على من قبل لجنة المعتمدون تبدأ من أول ما تدخل الخيل قرف التشريج، وبعدها طبعا هناك يتم ملاحظة الخيل من قرف التشريج وكيف تشريجها وجيبتها هنا ومراقبة الخيالة وأوزان الخيالة في قرف الميزان. طبعا كل واحد يتأكدون من وزنه أنه راكب بالوزن الصحيح، رجع من الشوط وزنه صحيح، بالإضافة إلى الخيل وجودها هنا في ساحة التجهيز، إن هل هي لابسة مثلا إذا هناك إقناع الحصان راكب بإقناع أن يكون الإقناع قانوني وصحيح ومثل ما هو مسجل، جميع الأجهزة حتى المرود اللي راكب الحصان، الجام، السرج، الرقم يكون صحيح، الحذاوي تكون صحيحة، كلها من واجبات لجنة المعتمدون. بعدها عقب ما كل خيال يركب يروح للستارت، طبعا يتم هناك اذا ما في مدرب طلب حصانه يروح قبل والتنسيق مع بوابات الانطلاق المسؤول عنه. بعد ما تروح الخيل هناك يتاكدون كل حصان دخوله البوابه بالشكل الصحيح وبالطريقه الصحيحه وما في مشاكل هناك وجدت، ويكون تنسيقهم دائما مع المسؤول عن بوابه الانطلاق. بعد ما ينطلق الشوط طبعا هناك في المضمار عندنا 8 كاميرات من عده اتجاهات، غير طبعا اللي احنا نشوفه على الشاشه الرئيسيه او منقوله في التلفزيون. هذه كاميرات تحكيميه ان تكون موجوده في قاعه المعتمدون. نعم موجود هناك 5 كاميرات والسادسه والسابعه طبعا جميعها موجوده، بالاضافه الى الرقابه الاخرى اللي هي على الفحص ضد المنشطات، ومكان فحص المنشطات كذلك يخضع للجنه المعتمدون ومسؤولياتهم ان الاجراءات تتم صحيحه والامور هذه كلها. طبعا من ضمن مسؤوليات المعتمدون ان يكونون موجودين هنا يراقبون الخيل، اذا الحصان هذا ينشاف كل يوم في كل سباقاته السابقه هادي، اليوم في صوره مهاديه، قد يطلبون منه ان يخضع للفحص حتى لو ما حصل نتيجه يروح للفحص ضد المنشطات او المواد الممنوعه، بالاضافه الى الخيل الفائزه تروح كذلك للفحص ضد المنشطات. الخيل بعد ما طبعا تنطلق من بوابه الانطلاق هناك عليها رقابه ان كل حصان لازم يكون في خطه الصحيح، ولا انه ينحرف من الخط اللي هو فيه الى خط اخر، بالاضافه الى الخيال يكون يتعامل مع الحصان تعامل جيد، لا يكون في افراط في السرعه بدون سبب في بدايه الانطلاقه على اساس ما يكون في هناك يعني تشويش للشوط او اعطاء فرص لجياد اخرى من هذا او يخدم جياد اخرى، بالاضافه الى استخدام الكرباج بالنسبة للخيال يتم رقابته ان لا يبد ان ما يكون في ضرب مبرح للخيل، لان هذه طبعا حسب القوانين والانظمة ممنوع ضرب الخيل بشكل مبرح. وطريقة حتى استخدام الكرباج يجب ان ما ترتفع يد الخيال اكثر من مستوى الكتف، ويستخدم الصوت او الكرباج. بعد ما يتحققون من الشوط وسلامته ان مش الشوط بشكل سليم ولا يوجد هناك انحرافات او مشاكل، لان قد يكون في شكاوي وقد لا تكون في شكاوي، هي ملاحظات معتمدون ويتم فيها اخذ اجراء ويتم فيها الغاء نتيجه او تعديل نتيجه. فالشكاوي هي تكون ربما نظر لها المدرب من منظور اخر وهو معاه حق، فمن حقه ان طبعا يعبي فورمة الشكوى ويشتكي للمعتمدون اثناء السباق. نعم بعد اثناء السباق في نفس الوقت اثناء السباق. نعم ويتم ايقاف اعلان النتيجه لحين ما يتاكدون ان لا يوجد شكاوي وان جميع حسنين، بعدين تعلن النتيجه بشكل رسمي. والخيل اللي تروح الفحص تروح فحص ضد المنشطات، هذه كلها تحت الرقابه، بالاضافه الى الخياله. يعني لو خيال سقط من حصان المعتمدون لازم الطبيب المسؤول، في هناك طبيب موجود بشري موجود في نادي السباق الفروسية، عيادة متكاملة هنا في المنصة، إذا شكوا في خيال أن حالته الصحية ربما ما تأهله طبعا يتم إخضاعه للطبيب اللي موجود. طيب بجاسم، احنا نلاحظ أوقات أثناء السباقات يدشون جيادين مع بعض أو راسين مع بعض، في هالحالة هل لجنة المعتمدون لها دور؟ عندنا احنا الكاميرات اللي اسمها خط النهايه، كاميرا هي تفصل بين الاول والثاني. اذا يكون نادرا اذا يدخلون اثنين على خط واحد بالضبط، يعني نفس يسمونه دلهيد، يعني يكون خط واحد كامل تعادل. طبعا في هاي الحاله احنا نكون ناخذ الجائزه الاول والثاني نقسمهم على الاثنين، واذا كانت الجائزه فيها كاس مثل جائزه اذا كان شوط في كاس
طبعا الكاس بيكون بالقرعه مثلا الشوط الرئيسي يعني اذا شوط رئيسي إيه هو حسب النظم يعني انه ممكن انت تعمل الكاس القرعه من يتوج ولكن احنا لو حصلت نجيب الاثنين توجهم لان اثنينهم اوائل والراضي الكل حاله الرفض إيه؟ مجبور انك انت مو في حاله رفض يعني. هو مش في حاله رفض هو مجرد يصير عندك تعادل في المركز الاول نعم. احنا سباقاتنا يعني ولله الحمد سباقات مدعومه شكرا ابو جاسم على الايضاح وان شاء الله نتمنى التوفيق لكل المشاركين في السباقات السريعه والرياضات الفروسيه بشكل عام اعزائي المشاهدين نشكر كل من الساده السيد سامي البعنين مشكور يا ابو جاسم والسيد طارق الصديقي مشكور على حضوركم اعزائي المشاهدين اذا لديكم اي ملاحظه او مقترح يرجى ارسالها الى البريد الالكتروني الواضح امامكم والى حلقات قادمه باذن الله